يقول إن جوك ضيفان صورهم وعلمنا مجلسك لولا سنابك ما دري نابه ضعيف العقل نكرم ما يمثلنا اللي إعلانه تقول إعلان خطابه فلان ذا زارنا وفلان ودعنا والشيخ حاولت فيها غسل ثيابه لكن عيا وعلى الله يجملنا نعاد بالعود الأزرق نكرم أشنابه وفلان جانا امتعني يقوم صورنا وفلان ما حد عرفه ولا خذا إحسابه هذا مرض عصرنا يالله تمنى من حسب النقص ربك وتر أعصابه الطيب اللي يوقف ينومسنا وقبل السنابات يذكر فاتحن بابه يكرم ولا قال علمهم وعلمنا عن ردة الفعل منهم عطني الجابة هذا هو اللي يشرفنا ومثلنا ما هو انت اللي تقول سناب خطابه ممدوح برصويلح الهبداني.